على مزيكا فام. يوم 4 مايو 2020 ما سجلناش بخصوص توا 8 ايام على التوالي اي حاله ايجابيه. يبقى العدد هو 77 حاله، منهم 51 حاله مثلت للشفاء. مع كل اسف اليوم سجلنا الحاله السادسه، الوفاة رقم 6. ويبقى مازال عندنا 20 حالة تحت المراقبة، واللي هما حاملين الفيروس وفي العناية. إن شاء الله معناها كلهم حالتهم مستقرة ويتماثلوا للشفاء في الأيام القليلة القادمة. حالة وحيدة في قسم الإنعاشي حالتها حرجة نوعا ما، وبإذن الله إذا تواصلت النتائج السلبية نتاع التحاليل خلال الأيام إن شاء الله نكونوا عندنا الحالة الكل يكون تم الشفاء نتاعها بإذن الله. هي أرقام مطمئنة شوية، والناس كلها حاسة وأن وكأنه معناها كملنا وإلا انتصرنا. راهو موش صحيح، برشا حوايج مازالت ماهيش واضحة، معناها لازمنا المزيد من الحذر والانتباه. احنا كما في حرب انتصرنا في جولة، مازالت جولات أخرين، مازالت أكبر العلماء مازالوا ما فهموش الفيروس الباهي. يلزمنا نتبعوا ونلتزموا بتعاليم السلطات الصحية بالبلاد.